لن نرضى بهكذا تصريحات. فالجزائر شعبا وأمة واقفة وضاربة أطنابها في التاريخ. واسألوا إمدغاسن، واسألوا ماسينيسا، واسألوا الأمير عبد القادر عن تاريخ الجزائر وعن عمق تاريخ الجزائر. المساس بتاريخها والمساس بعمق تاريخها وجذورها. فالجزائر أعمق من هذه التصريحات وأكبر من كل من يصرح بهكذا تصريحات، فهي غير مقبولة ومردودة على قائلها.